سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. انظر إلى الأمور بإيجابية وكن لماحا، كما تقول للمسيء أخطأت قل للمحسن أحسنت، كن كالنحلة التي لا تقع إلا على الزهور، ولا تكن كالذباب الذي لا يقع إلا على القاذورات أكرمكم الله. يروى أن عيسى عليه السلام مر بجيفة حمار أكرمكم الله، وكان معه بعض الحواريين، فقام القوم وأغلقوا أنوفهم وقالوا ما أقبح رائحة هذه الجيفة. فقال عيسى عليه السلام انظروا إلى شدة بياض أسنانه، انظروا إلى شدة بياض أسنانه، فأراد منهم أن ينظروا إلى الجمال حتى وإن كان محيط بالقبح، فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام للشيء السلبي وإنما نظر إلى الشيء الجميل الإيجابي، مع أنها جيفة وما فيش يعني شم تشكر فيها، ولكن مع ذلك استطاع عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى شيء جميل في هذه الجيفة وصرح به ليعلم من معه أن انظروا إلى الأشياء بنظرة إيجابية ولا تنظروا إلى الأشياء بنظرة سلبية. إذن فهي دعوة لرؤية إيجابيات الآخرين دون سلبياته، فمع غير حياة. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل. أيها الأحباب، كلنا نعاني من هؤلاء الناس الذين لا يرون إلا للأشياء السلبية، فيستغلوا الفرصة لأي خطأ ليصطادوا في الماء العكر، بينما لو وجدوا شخصا قام بعمل طيب وإيجابي سكتوا وما نطقوا بأي كلمة. بقى كيف الرأي هيك؟ مش مفروض يكون فيه يعني نوع من الإنصاف في الموضوع؟ أقل شيء زي ما شبحت حاجة يعني مش كويسة أنكرتها، مفروض كذلك لما تشبح شيء كويس تشكر صاحبها وتثني عليه وتشجع أنه يزيد في الخير. الناس كلها تحب حد يشكرها ويثني على فعلها، هذا اللي معروف عند الناس كلها، وشكون منا بالله عليكم أيها الأحباب ما يبيش الكلمة الطيبة الحسنة؟ ولذلك يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه الكلمة الطيبة صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ولكن فيه ناس سبحان الله وكأنهم يعني حالفين أنهم ما يقولوش كلمة طيبة، ومستحيل تشبح سنونهم وكأن سنونهم عورة يجب سترها. فزي ما تحب أن الناس يقولوا لك كلام طيب وجميل، يا أخي حتى أنت كن كذلك وتصدق بالكلام الطيب. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، أو كما قال صلوات ربي عليه. صدقني مش حيطيح منك شيء لما تتصدق بالكلام الطيب، الكلام ببلاش. لقيت صاحبك شري مثلا لبسة جديدة، قول له كلمة طيبة، قيم له القدر يعني، قول له ما شاء الله اليوم عريس، ولا دير أي لقطة. مشيت لعزومة مثلا وبعد ما تتعشى ولا تتغدى مطنود شطول، اشكره على الماكلة اللي كليتها، واشكر اللي يعني تعبت ووقفت لربما ساعات في المطبخ وهي تحضر وتنظم وتتكم ودارت الماكلة هذه كلها على خاطرك، وادعي لهم بالخير. شبحت ولدك يعني مثلا دار شيء طيب، جاب يعني درجات كويسة، ولا لقيته يحافظ على الصلاة، اشكره اثني عليه وقيمها به. في بعض الآباء يعني شيء سامحوني فيها هذه الكلمة، لكن جفاف تام، ما فيش لا دعاء للأولاد لا كلمة طيبة لا شيء. يقول له يعني مثلا يا ولد، يقول له صليتوا؟ فيقول له ايه صليت يا ابوي. فيقول له ما تصليش نقت لك، ولا ما تصليش نذبحك. اسلوب جاف يعني، ويعني ولا يعني مثلا يلقى نجح ولا دار عمل طيب فيقعد يعني يشبح فيه وما يقولاش ولا حتى كلمة طيبة، ولا تشجيع ولا تحفيز ولا أي شيء. ففي آباء فعلا يعني فيه آباء قبل ما يتزوجوا مفروض ياخذوا دورات في تربية الأبناء أو دورات في الزواج عموما، ويعرف كيف يتعامل مع البشر اللي معاه في الحوش. مش تقعد يا أخي يعني صنم في الحوش وما ينسمعش منك إلا الكلام السيء القبيح والعياذ بالله. كذلك مثلا يعني مشيت صليت في أحد المساجد مثلا وصليت خلف إمام وتلقيت معاه يعني بعد الصلاة، اشكره لصوته، كن لماح.
فمرات يعني انت تجي وتقول يعني الحاجات هذه حاجات عاديه، شنو اللي بيتغير يعني اصلا؟ شنو اللي بيتغير لما نشكر فلان ولا كذا؟ نقول لك ايه حاجات في اصلها حاجات عاديه صح، ولكن صدقني فيها تاثير للي يسمعها. زي ما انت تحب شخص يثني عليك ويشكرك، كذلك الناس يحبوا شكون يثني عليهم ويشكرهم. فخذ بنصيحه نبيك صلى الله عليه وسلم وعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به. عصيتك ربي وامهلتني وتسترني رغم اني عنيد، لانك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. اتيتك يا خالد. تعالوا بنا ايها الاحباب ونشوفوا افضل خلق محمد صلوات ربي وسلامه عليه قدوتنا وحبيبنا، كيف كان يتعامل مع الناس. كان صلى الله عليه وسلم لماحا حتى مع الفقراء والمساكين، ويشعرهم بقيمتهم ويجعلهم يحسون أنه منتبه لهم وأنهم يعني مهمون عنده، وأنه يعني كان يقدر في الأعمال اللي يقوموا بها مهما كانت متواضعة وصغيرة. فلما يغيب واحد منهم يسأل عليه صلى الله عليه وسلم ويهتم يعني بأمره. يعني مثلا كان في المدينة امرأة سوداء مؤمنة صالحة كانت تكنس المسجد وتنظف فيه وتعتني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبح فيها بين الحين والآخر. فمرت أيام وما عاد شبحها صلوات ربي عليه، فسأل صلى الله عليه وسلم عليها فقالوا ماتت يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أفلا كنتم آذنتموني، علاش ما قلتوا ليش عليها؟ فكأنهم يعني استصغروا حجمها وأمرها، وأنها يعني امرأة مسكينة لا تستحق أن يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما قالوا يعني قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فشن دار النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق؟ قال دلوني على قبرها. فمشوا معاه حتى أوقفوه على قبرها، فصلى صلى الله عليه وسلم عليها. فانظروا حتى بعد وفاتها لم ينسها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك عملها يذهب هكذا، وأراد أن يشكرها ويثني عليها ويدعو لها حتى بعد وفاتها. فصلى الله عليك يا أفضل من مشت قدماك على وجه الأرض. أيها الأحباب، للأسف في زماننا اليوم الغني فقط ولا المدير ولا اللي شاد منصب ولا صاحب الأملاك هو اللي النكتة نتاعها طريفة ومضحكة، فلما يقول يعني طرفة ولا نكتة جماعة كلها تضحك وتشد بطنها، وهو أصلا مرات نكتة اللي قالها باردة للمليون، ولكن الله غالب هذا اللي ماشي. أما لو شخص عادي يعني قال نكتة ولا طرفة أو أراد أن يلفت الناس بشيء معين لما التفت إليه أحد، لأنهم مش مستفيدين منه أصلا. فلو كانوا مستفيدين منه رو قاموا يعني قاموا للقدر وقاموها به. أما عند رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فالأمر عنده مختلف. فكان صلى الله عليه وسلم عطفه على الغني والفقير سواء، وكان صلى الله عليه وسلم معاملته للغني والفقير سواء. واسمعوا يعني للقصة هذه. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، وكان زاهر هذا يعني ذميم يعني مش جميل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. في يوم من الأيام جاء زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يجده، فمضى زاهر إلى السوق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن زاهر أتى لزيارته ذهب يبحث عنه في السوق، فلما وجده يبيع متاعا له وهو يتصبب عرقا وتيابه يعني تيابه للبادية، وزاهر عرق كله والحكاية محنكلة كلها في بعضها. فشن تتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدير؟ ترى جاء من ورائي زاهر واحتضنه، وزاهر لا يراه ولا يدري من أمسكه. ففزع زاهر وجعل يقول أرسلني أرسلني اطلقني، يعني من هذا أرسلني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك به ولم يطلق، وزاهر يحاول أن يفك نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى التفت وراءه وعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت نفسه وسكن فزعه وصار يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بالناس ويقول من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ ممازحا لزاهر رضي الله تعالى عنه.
فنظر زاهر في حاله، فإذا هو فقير وما عنده شيء، وحكايته يعني متبهدلة ومتحنكلة، لا فلوس لا جمال لا شيء. فقال زاهر: إذا والله يا رسول الله تجدني كاسل، نجيب لك شيء. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولكنك عند الله لست بكاسل، أنت عند الله غالي. فلا عجب أن تتعلق قلوب الفقراء به صلى الله عليه وسلم. وكثير من الفقراء يعني مرات يعيبوا على الأغنياء مش بقلة الإنفاق عليهم، لا، ولكن يعيبوا عليهم ببخلهم باللطف وبالكلمة الطيبة عليهم. وكم من فقير يعني تبسمت في وجهه وأشعرته بقيمته واحترامه، فرفع يده في ظلمة الليل يدعي لك بكل خير، يستنزل عليك بها الرحمات من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فلا تحتقرن من المعروف شيئا، فلعل ابتسامتك في وجه فقير يرفعك الله عز وجل بها درجات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي بإذن الله في حلقة أخرى مع برنامجكم غير حياتك. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأمضي إليك أحث الخطى، وأترك درب الردى والشقى، وأسجد لله في الخالدين رجاء الجنان ويوم اللقاء.